العظيم. ايه رايك؟ لا لا هاي شكر خاص طبعا للدكتور محمد العدل لانه هو اللي جاب لنا الفيديو ده. عايز اقول بس حاجه، اتفضل. احنا بقالنا نوم نص ساعه، انت كلمت منهم 27. ايوه صح. طب يلا انا معاك معايا 27. لا انت حاسبني يا نهار. انا عايز اقول حاجه بس، كابتن سيد كان اوسم مذيع في 2008 انا فاكر. اوسم واشيك. لا خدت سنتين ورا بعض. ومفوه كمان. اوسم مذيع في 2008 انا فاكر. انا اقول لك على حاجه، بص يعني انا مش عايز اقول لك سر، انا عايز اقول ان انا قبل الهوا بدقيقتين ثلاثه مثلا فكرت اعتذر، تخيل. والله كنت اول مره اطلع. وده اول هوا ليك؟ ده اول هوا ليا في حياتي ما شاء الله. في حياتي كويس قوي. ومش اوتو كيو يعني، ما يتكلم مع نفسه. ليش مش هرد؟ خد راحتك. هيعمل لك كده. انا خدت الافيه ده من واحد مثلا كنت بتكلم معاه مره كده، وبعدين هو زهق راح قال لي هو انت بتتكلم لحد ايه؟ شادي صبري كمان بنشكره على الفيديو ده، مفاجاه حلوه. لازم نقف عند، وانت قلت كلمه مهمه قوي في الاول عن النادي الاهلي في التحديات والصعوبات والازمات اللي بيواجهها، وازاي بتتحول لنجاحات وانجازات وبطولات، ودي سمه من شخصيه النادي الاهلي. صحيح. وياما على مدار التاريخ الاهلي مر بازمات كتير، ودي كانت تجربه خطيره يعني، طالع لجمهور النادي الاهلي في قناه الاهلي. صحيح. اول واحد بتتكلم، اول واحد بتقدم الاستوديو. لا قدامي مين؟ حضرتك وكابتن زيزو، وكان دكتور طه معايا. دكتور طه طبعا. بص الاهلي بيعلمك صفات حلوه قوي من وانت صغير، عشان كده تلاقي تربيه الاهلي او مدرسه الاهلي مدرسه مختلفه سنه يعني، كتير بينتقدها او كتير بيهاجمها، لكن من جواهم بيتمنوا انه يكون واحد من خريج المدرسه دي حتى لو ما كانش ينتمي لده. انت بتتمنى لابنك او بتتمنى لاخوك او بتتمنى لاي حد يخصك الحاجه الاحسن منه. أيوة. اللي انت ما مرتش في حياتك بيها يعني. فانا مدرسه الاهلي بيعلمك شويه حاجات قد تكون في بعض الاوقات الناس بتستغربها او الناس بتنتقدها، لكن في النهايه بينهم وبين نفسهم بيعترفوا بيها. منها على سبيل المثال مثلا واحنا صغيرين وشيتوس عارف كده والكلام ده، وفاروق كمان، ان انت مثلا ممكن يبقى عندك سن 13 سنه 14 سنه وينزل ولد اكبر منك بسنه ولا حاجه، فيبقى هو الليدر بتاعك، هو الكابتن بتاعك، وانت اللي تسمع كلامه في التحركات. صحيح. في التوجهات او الكلام، التعليمات، اي حاجه. هنا بتتعلم مبدا مهم قوي، ان انت ازاي تحترم الاكبر منك داخل النادي حتى لو كانت قدراته او امكانياته اقل منك يعني. صحيح. في وقت من الاوقات انت بتلاقي نفسك انت مثلا يعني امكانياتك ومهاراتك اعلى بكتير جدا من الناس حواليك، وانت بتحسها كلاعب كوره. أيوه. بس هو بيعلمك الاهلي لا، النجوميه والاحترافيه حلوه قوي وجميله، ومهاراتك وامكانياتك شيء جميل، لكن الاحترام بتاع السن الاكبر منك او الاقدم منك ده اهم حاجه. أيوه. ودي من مدارس الاهلي. هنا بقى بتتعلم بعض الحاجات اللي هي الامل موجود مهما كانت التحديات اللي قدامك او الصعوبات اللي قدامك. ازرع الامل ده، ازرع الامل ده في كل اللي حواليك، حتى لو كان باقي 10 دقايق، ربع ساعه، ثلث ساعه. الكوره فيها تغيرات كتير جدا، في لحظه المباراه بتتقلب، وفي لحظه الاحوال بتتغير، مش كده وبس وانت متاخر، لا وانت كمان متقدم. صحيح. خلي بالك يعني، كل ما تجيلك فرصه ان انت تبعد عن بنجوميه او برصيد، لا ابعد. فمن هنا الواحد دايما بيبقى عنده امل، دايما بيبقى فيه اصرار على تحقيق النجاح، ولو ما تحققش ده، على الاقل قدام نفسك بتبقى مبسوط ان انت عملت كل ما لديك يعني، فخور ان انت اجتهدت وكل حاجه، لكن في النهايه التوفيق بتاع المولى عز وجل. طيب شوفوا اي حد، ودي واقع يعني، انت بترتبط بالنادي الاهلي سواء بقى انت عاشق، سواء انت عضو في النادي، انت لعيب، انت موظف، تخش وتخرج وترجع تاني، في النهايه انت الكسبان. النادي الاهلي هو اللي بيكسبنا، هو اللي بيكبرنا، هو اللي بيعلمنا، لان من غير ما تخش جوه النادي الاهلي انت مش هتكسب اي حاجه. اي واحد بيقرب من النادي الاهلي لازم يطلع كسبان. وبالتالي ما بيفرقش بقى، وده سؤالي لفاروق، انت تيجي القناه تمسك في منصب ما تمسكش، عضو في النادي، انت جوه النادي الاهلي، جوه البيت بتاع النادي الاهلي. وفي فتره كنت في ملعب الاهلي يعني سيد، وانا جيت في ملعب الاهلي، وائل ممكن جه محلل.